بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سأتأمل معكم الآن ثلاث كلمات فقط. يعني نحن تعودنا أن نتأمل آية كاملة، ولكن الحقيقة أجد أن كل جزء من آية فيه إعجاز وفيه حل لمشاكلنا نحن اليوم. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ثلاث كلمات. انظروا كم تحوي من راحة نفسية وحلول لهمومنا ومشاكلنا. أيها الأحبة، أنا أقول دائما إن القرآن العظيم هو حل لمشاكلك اليومية حقيقة. أنا شخصيا كل يوم عندما أتعرض للعديد من المشاكل، كل إنسان لديه هموم ومشاكل في بيته مع أولاده، في الشارع، الجيران، في العمل، في الدراسة، في معاملاتك اليومية مليئة ببعض الهموم، بعض المشاكل، بعض الأشياء التي تحدث معك. والله أيها الأحبة، كل ما يحدث معك لابد أن تجد له علاجا في القرآن العظيم. هذا المقطع من هذه الآية، وقولوا للناس حسنا، يمكن أن يساهم في حل كثير من المشاكل. سأقول لكم كيف أيها الأحبة. الآية هنا لا تقول لك وقولوا للمؤمنين حسنا. انظروا، دققوا. وقولوا للناس، ما معنى؟ طبعا أولا قولوا فعل أمر، ومن الآمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن أستجيب لنداء الخالق عز وجل لأمره، لابد أن فيه خيرا. كل أمر يأمرك الله به فيه خير. طيب أين الخير في هذا الأمر الإلهي؟ وقولوا للناس، ما معنى للناس؟ الناس هنا أيها الأحبة تشمل المؤمن المسيحي، اليهودي، البوذي، الملحد، الكافر، تشمل كل فئات المجتمع. كل شخص من البشر يجب أن تعامله بطريقة حسنة. المؤمن لا يخرج من كلامه إلا من فمه إلا الكلام الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. يعني كل كلمة طيبة تقولها هي صدقة لك. يأتي المؤمن يوم القيامة فيجد يعني حسنات كأمثال الجبال أيها الأحبة. يستغرب من أين تأتي هذه الحسنات. كل كلمة تنطقها حتى عندما تتكلم مع جارك أو مع إنسان في الشارع أو مع بائع في المحل مثلا، تقول له كلمة طيبة هي صدقة لك، تكتب لك حسنات. هل تعلمون هذه المعلومة؟ لذلك الله عز وجل عندما أمر عباده أن يقولوا للناس حسنا، وهذا الأمر طبعا عام لكل البشر. ما هي فوائد هذا الأمر الإلهي أيها الأحبة؟ أولا سيكسبني ثقة ومحبة ومودة جميع الناس. نحن حتى الملحدين أيها الأحبة لا نبغضهم كبشر، نحن نكره سلوكهم واعتقادهم. يعني عندما يأتي إنسان شاذ جنسيا مثلا، رجل أو شاب شاذ جنسيا، هذا الرجل أو هذا الشاب أنا أحب له الخير، أنا لا أكرهه شخصيا، ولكن أنا أمقت وأكره سلوكه، لأنه سلوك مدمر، فيه أمراض، فيه مشاكل اجتماعية، فيه مشاكل نفسية، مشاكل طبية، وفيه غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أكره هذا السلوك. على الرغم من ذلك ينبغي أن أتحدث معه بالكلام الطيب، وبالتالي قد يؤدي هذا الكلام الطيب لهدايته في النتيجة. لذلك أيها الأحبة، أنا ضد الخطاب المتشنج المتعصب الذي يصنف الناس إلى مؤمن وكافر وملحد وكذا. لا، أنا أخاطب دائما الملحدين بمحبة، بمودة، وبحب، بحب الخير لهم. أخبرهم أنني أنا هدفي أن أنقذك من النار، لأنني أرى أنك تسير باتجاه النار، فأحاول أن أظهر لك حقيقة الإسلام الرائعة بأسلوب مبسط لكي تنقذ نفسك، وبالتالي أنت المستفيد. فينبغي أن يعني على الأقل أن تشكر هذا الإنسان الذي ينبهك إلى طريق الخير. وبالتالي من الخطأ أيها الأحبة أن نعامل حتى المخالفين لنا في الرأي معاملة سيئة أو نقول لهم كلام بذيء. هذا يظهر على للأسف على الإنترنت في التعليقات. أنا أرى
سباب شتائم، أرى كلام بذيء يصدر من أناس يدعون الإيمان، يدعي حرصه على الإسلام فيشتم الآخر، وهذا لا يليق بالمسلم. المسلم ليس باللعان ولا الشتام ولا الفاحش البذيء، المسلم لا يخرج من فمه إلا الكلام الحسن. أهم فائدة أيها الأحبة أنك تقدم صورة جيدة عن الإسلام، وهذا فيه فائدة عظيمة لك، تقدم صورة جيدة عنك. وعلماء النفس والبرمجة اللغوية العصبية يحذرون من الكلام البذيء الذي يصدر من الشخص يقول له آثار نفسية على الآخرين وعليك أنت، لأن هذا الكلام سيبقى مخزنا في الدماغ، وسيكون هناك ردود أفعال عنيفة باتجاهك ستحدث أثرا نفسيا مدمرا أحيانا كثير من الناس بسبب الملاسنات والمشادات الكلامية، يحدث لديهم نوع من القلق والاكتئاب والحزن وأحيانا الضيق والغضب، وهذا يشكل ضغطا على القلب أيها الأحبة. لذلك أنت عندما تقول للناس جميعا ملحد ومؤمن وغيرهم تقول لهم كلاما حسنا، أنت تكسب، الفائدة تعود عليك أنت، تعود على قلبك، على نظامك المناعي، لأن الكلام الفاحش والبذيء أيها الأحبة يجلب عليك ردود أفعال عنيفة من الآخرين، وستكون لديك نوبات غضب وحب انتقام. وقد ورب انظر أيها الأحبة، مشاكلنا، معظم مشاكلنا سببها الكلام، معظم مشاكلنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال أحبتي في الله؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، انظروا هذا التعبير الرائع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا؟ فليقل خيرا أو ليصمت. هذا شرح للآية الكريمة، فليقل خيرا، لم يقل لك أن الخير يجب أن تقوله مع المؤمن والملحد يجب أن تخاطبه بالشر، لا، قال فليقل خيرا أو ليصمت. إذا ينبغي علينا أن نقول الخير ونختار الكلمات الحسنة، وبخاصة في تعليقاتنا على الإنترنت وعلى مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب، ولا ننجرف مع الملحدين، لأن أسوأ تعليقات تصدر من الملحدين، وهذا حسب دراسة أمريكية تحدثنا عنها مؤخرا، أسوأ التعليقات نجدها صادرة من أناس يعرفون أنفسهم كملحدين. وبالتالي أنت كمؤمن ينبغي أن تقول للناس حسنا. إذا أيها الأحبة، علاج بسيط، إذا كنت لا تستطيع أن تتحكم بأعصابك ولديك حب الانتقام والغضب وهذا، تذكر هذه الكلمات الثلاثة وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.